بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة طبعا مصر بتستضيف إن شاء الله في شهر نوفمبر القادم مؤتمر الأطراف كوب 27، واللي بيعمل على معالجة قضايا التغير المناخي وبصفة خاصة موضوعات التكيف والأدابتيشن، بحيث إنه يبقى في نشاط متزايد مع الدول الكبرى للنظر في كيفية التعامل مع مثل هذه التحديات والمخاطر. إحنا هنا في مؤتمر الأطراف اجتماعات الشراكة العربية السابع للحد من مخاطر الكوارث، وأثناء الاجتماعات تمت مناقشة استعدادات الدولة المصرية واستعدادات الأمم المتحدة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ إن شاء الله في شهر نوفمبر القادم. الحقيقة طبعا موضوع التكيف أحد الموضوعات الرئيسية اللي بنعمل عليها مع القوى الدولية، وحاليا في اجتماعات دورية بيتم عقدها مع الرئاسة البريطانية باعتبارها الرئاسة السابقة لمؤتمر جلاسكو، واللي حدد مجموعة من النتائج. الحقيقة هذه النتائج بتشكل بالنسبة لنا أجندة للعمل إن شاء الله في المؤتمر القادم، وهذه الأجندة بتمثل بالنسبة لنا طبعا أهمية كبرى، خاصة إنه مصر ضمن الدول الأفريقية اللي تتعرض لقدر كبير من المخاطر والتحديات نتيجة التغير المناخي، وبالتالي الحقيقة بنحاول نحن ننقل صوت الدول الأفريقية للدول الكبرى بحيث يحدث نوع من التعاون والتنسيق والتكامل ما بين جهود القوى الكبرى وجهود الدول الكبرى والدول الصناعية فيما يتعلق بالعمل المشترك للتعامل مع مظاهر التغير المناخي التي تتعرض لها العالم. والأهدافنا هي أهداف الأمم المتحدة، واللي بنسعى من خلالها إن احنا نحاول إن احنا نخفف قدر الإمكان من حدة التغير المناخي وتأثيره على الدول النامية وبصفة خاصة الدول الأفريقية، وفي القلب منها طبعا مصر باعتبار أن مصر أيضا يمكن أن تتعرض لمخاطر نتيجة التغير المناخي. لذلك الحقيقة احنا بنحرص خلال الفترة القادمة على استمرار معدلات التنسيق مع كل الأطراف المعنية وكل الستيكهولدرز الرئيسيين المعنيين، سواء كان في دول القارة الأفريقية لتحديد خطة وأجندة العمل خلال الفترة القادمة، أو فيما يتعلق بالنشاط مع الدول الكبرى للبحث عن آليات للتغلب على المشاكل والصعوبات التي واجهت جلاسكو 26 قمة 26 سابقة، بالإضافة لوضع أجندة مشتركة يحدث فيها نوع من التعاون والتنسيق والتكامل ما بين الدول الكبرى وما بين الدول النامية للتخفيف من حدة المخاطر التغير المناخي على مستوى العالم.